يقول: هل التعلم عن طريق أشرطة الدروس لكبار العلماء من شرح وخصوصا في العقيدة يحصل به النفع، وهل تنصحون به؟ يحصل به النفع، ولكن ما يحصل به العلم. العلم لازم يؤخذ عن العلماء، ولا يغنيك سماع الأشرطة أو قراءة الكتب، لا تغنيك عن طلب العلم وتلقيه عن العلماء، إنما تستعين بالكتب وبالأشرطة، تستعين بها فقط، أما أنك تعتمد عليها في طلب العلم لا، هذا ما يصلح. نعم.